السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في وصفة جديدة من وصفات ملح وسكر. اليوم اختاريت نقدم واحد الكيك بالفواكه المعسلة، تيجي زوين ورائع وهشيش، وكنحتاجوه أيضا في الفطور ديال الصباح. هذا الكيك هذا كنحتاجو له 225 غرام ديال الدقيق، عندنا 4 ديال البيضات، خميشة ديال الخميرة ديال الحلوة، عندنا شوية ديال الملح، عندنا 150 غرام ديال الزبدة لينة، عندنا أيضا واحد المعلقة كبيرة ديال القشور ديال الحامض، عندي هنايا 150 غرام ديال السكر يعني صغير الحبيبات رقيق سنيده، يعني ما يعادل هذا الكاس. هذا عندي هنايا فواكه المعسلة اللي غادي نقطعها، وكنحتاجو واحد البول فاش غادي نخدمو واحد الباتور، يعني باش غادي يتخدم هاد المواد هادي. اذا نشرعو على بركة الله، غادي نبداو بالزبدة. هاد الزبدة راها رطبة، غادي نديرها في هاد البول. قلنا عندنا 150 غرام تكون رطبة باش تخلط مزيان بحال الكريمة مع سنيدة. نهبطو هادشي كامل، نزيدو معها سنيدة، ونردو هادشي كله يتخلط في الخلاط. كيف كتشوفوا نخدمو الماكينة الآن، يبقى يتخلط الخليط حتى يولي بحال الكريمة ويدوب هذاك السكر مع الزبدة. لان انا غادي نستمر هكا، نبقى نخلط الخليط حتى يدوب ليا مزيان وتولي بحال الكريمة، ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش نزيدو المقادير الاخرى. شوفوا بعد ما خلطت الزبدة ورجعت لي بحال الكريمة، غادي نبقى نزيد هنا البيضة بيضة بيضة وانا نخلط. نزيد الثانية، نبقاو هكا وحنا كنخدمو وحنا تنزيدو البيض حتى نكملو هادوك الربعة. الان راني درت 3 ديال البيضات، وناخذو اون سباتول ولا شي ملعقه، وبقاو كنهبطو هاد الجوانب ديال الزبده باش كلشي تخدم. غادي نكمل البيضه الاخيره، ونخدم نزيدو القشور ديال الحامض. شي يعطينا نكهة زوينة، واللي بغى يدير لافاني يديرها. ما نساوش القبصة ديال الملح، نخلطو. نكملو الخفق، هو بدا كيتخلط والسكر ذاب. الان غادي نضيفو نص كاس ديال الحليب، نسيت قبيله ما قلتو لكمش في المقادير، غادي نزيدوه وحنا تنخلطو. بارد ما يكونش بارد بزاف، يعني دافي. الان غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه وحنا تنخلطو. الدقيق راني مغربلاتو من قبل، نديرو غير النص ونشوف.
نخلطوا هكذا. تنكملوا المقدار ديال الدقيق. قبل ما نكملوا المقدار ديال الدقيق ونزيدوا الخميره، غادي نقطعوا هاد الفواكه على جوج ونضيفوها للخليط باش كتعطينا المنظر ملي كيطيب الكيك. هنا ناخذوا هاد العلبه نديروا منها غير النص ديالها، ما نديروهاش كامله، نديروا غير النص ونقسموا الحبه على زوج. دابا انا غادي نكمل هاد الفواكه ايضا ونكمل داك الدقيق والخميره ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي تجي العجينه ديال هاد الكيك. كيف كتشوفوا هنا العجينه راني خفقتها مزيان، نحيدوا الباتر. اذا نحيدوا هذا الشيء ونزيدوا نشوفوا القوام ديال هاد العجينه كيف كيكون، يعني كيكون ثقيل بحال هكا. غادي نخليوه من بعد نخويوه في المول. الان دوزوا المول، المول انا اختاريت المول الطويل كيف كان نعدلوا له هاد الكارت ديالو ديال البابيي سلفوريزي. ناخذوا المول بحال هكا ونديروا نطلعوا له الجوانب ديالو باش نشوفوا له القياس. الان غادي ناخذوا واحد المقص نقطعوا هاد الزوايا ديال المول الكارت بحال هكا باش ما يلصقناش الكيك في المول بحال هكا. ديك الساعات غادي ندخلوه نحطوه باش ناخدينا له المقاييس. نديروه على هذا الشكل وندخلو فوسط منو أولا نفرغو فوسط منو هاد الكيك هذا. نحيدو واحد الجزء هكذا كيف كتشوفو. غادي نفرغ الكيك ديالي هنايا على هذا الشكل. القياس ديال الدقيق راني درته كامل جا هو هذاك. الفران غادي نسخنه على درجات الحراره ديال الفران ديال الغاز، واللي عنده الفران ديال الضوء الكهرباء يدير 180 درجة يسخن مزيان الكيك ونخليوه 45 دقيقة. انا غادي نخليه يطيب على خاطرو حتى يطلع مزيان وديك الساعات غادي نهبطو ونديرو في التحت باش يتحمر لي من الفوق. الكيك هو هذا. اذا انا راني كنسخن الفران غادي ندخلو ونتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي كيفاش غادي يجي بعد ما يطيب. قبل ما ندخلو الكيك الفرن نضيفو له واحد الاضافه اخيره، وهي ناخذ واحد 100 غرام او 50 غرام على حسب الاستطاعه ديالنا ديال اللوز افيلي ونديروه فوق من الكيك ندردروه هكذا هو خضر باش يتكراتينا معاه اللي يكون غادي يطيب. نزينو السطح ديالو بهاد اللوز افيلي وندخلوه للفرن. كيف كتشوفوا الكيك ديالنا راني خرجته من الفران راه باقي سخون، كيف كتلاحظوا انه انتفخ وطلع مزيان. الان غادي نزولو من المول نقلعو بهاد الكاغيط هذا. انتما كتشوفوا ان ما كاين حتى شي حاجه لاصقه هنايا في المول. نحاولوا
نحيدوا هذا الكاغط ديالو. كتلاحظوا معايا ان هذا الكيك هذا ملي درناها الطريقه ديال الكاغط سهل علينا المأموريه وما غاديش يتكسر لنا هذا الكيك هذا. نحيدوها غير بلاتي. هنا ايضا هكا كتشوفوا انه طاب مزيان على خاطرو. نقلبو هكا باش نزولو له الكاغيط من التحت غير بشويه باش ما يتكسرش. انتما كتشوفوا بان طيب على خاطرو ما تحرق ما والو. الان غادي نديرو في صحن التقديم باش يبرد مزيان. انا غادي نخليه يبرد وديك الساعات غادي نشوفوه في هذا الطبق الجميل ونشوفوا بعد ما نقطعوه قطع صغيره ونشوفوا بالداخل ديالو كيف جا ان شاء الله. كيف كتشوفوا الكيك ديالنا راه برد. الان غادي ناخذ واحد السكين ديال المنشار ونقطعوه حداكم باش نشوفوا الداخل ديالو كيف جا. نحاولوا نقطعوه. نقطعو طريفات على هذا الشكل. راه باقي شويه سخون لي فخوي كونفي كيف كتشوفوا راهما كيبانوا. اذا نتمنى هاد وراه هشيش. نتمنى هاد الكيك هذا يعجبكم وتجربوه في البيوت ديالكم مع افراد الاسره ان شاء الله وتردوا عليا الخبر وتقولوا لي كيفاش جاكم. ونتمنى لكم شهيه طيبه وشكرا كثير.